Welcome back to my YouTube channel. Welcome لو دي أول مرة تشوفوني. النهاردة هعمل فيديو طلب مني كتير قوي من ساعة آخر مرة عملته تقريبا كان من سنة، وهو روم تور. يعني هوريكو الأوضة بتاعتي، جولة في غرفتي، هوريكو الحاجات، أقولكوا جبتها منين. ف if you're interested just keep on watching. أولا الأوضة مش بتاعتي لوحدي، هي أوضتي أنا وأخويا، فمش دايما اللي أنا ببقى عايزاه بعمله، ودايما كل حاجة بنيجي نغيرها لازم بيبقى فيه صراعات ما بيني وما بين بابا وماما، عشان الحاجات اللي أنا ببقى عايزة أغيرها بتبقى مش بايظة بس يبقى شكلها مش عاجبني. فبنقعد بقى في فكره اللي هو لا طبعا عايزه اغيرها عشان عايزه الاوضه يبقى شكلها ليها شكل معين، طب لا احنا الاوضه بتاعتك احنا محتاجينها عشان بنشيل فيها مش عارفه ايه. ف يعني كل الحاجات اللي انا غيرتها بطلوع الروح. نبدا ب اول كورنر، هو الرفوف اللي فوق واللايتس. اللايتس دي طبعا دلوقتي انتوا عارفين ان هي بتتباع في كل حته، ودول لعبي من سنه 98. دول فانوس و السرير. الكوفرز ده بصي، اولا سيبكم الدبدوب بتاعي، الدبدوب ده بقاله عندي 15 سنة بنام جنبه. الكوفر ده جايباه من cuddles.eg. الكوفر ده تقيل جدا وكان ب340 او ب430 حاجة في الرينج ده. الادراج دي كنت جايباها من مصر الجديدة تقريبا ب600 جنيه، ودي بتتباع في كذا بيج بس انا مش فاكرة انا جايباها منين. دي جايباها من ايكيا. المصحف ده كان من جوميا. الباسكت ده انا حاطة فيه كل الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي بس عشان ما يبقاش شكلها منعكش. دي انا كنت جايباها من سيتي سنتر المازا. وموفينج ل الحتة بتاعة التلفزيون، نيجي بقى عند الحتة دي. بصوا الرف ده كان من ايكيا، والبرواز ده من نفس الحتة اللي انا كنت جايبة منه الباسكت ده السكرين، ودي بتاعت فريندز من جي دي ديزاينز. الزرع اللي فوق ده فيك مش حقيقي، ده كله من ايكيا. والساعة اللي فوق دي برضو من ايكيا. تقريبا الرف ده كان ب90 جنيه، الزرعة دي كانت ب45، الوردة كانت تقريبا ب20 جنيه، مش فاكرة اسمها ايه، دي ب40 او ب49 حاجة زي كده. ترابيزة التلفزيون دي كنت جايباها برضو من ايكيا، دي كانت تقريبا ب250. بس مشكلة حاجة ايكيا هو يعني الحاجة لما بتحطوها في مكان بيبقى لازم تحافظوا على مكانها، علشان بتبقى الخشب بتاعها مش كويس. الخشب بتاع ايكيا اللي هو بيبقى تحس ان هو ورق مضغوط، وانس المسمار خرمها فخلاص هي كده وسعت. فعلشان كده ما ينفعش تغيروا اماكن الحاجات كتيرة خالص. بعدين ده اخي، حاجة ملناش دعوة بيها، الحتة دي بتاعت اخويا شكلها وحش. ده السرير التاني. السرير ده الكوفر ده كنت جايباه من كارفور، كان ب400 بس هو يعني هو يعني مش لحاف، هو كفرت اكتر من هو لحاف. ودي كانت من سعودي، وهوريكم الحتة اللي هناك دي بس لما اخلص هنا. فاوقات كتيرة قوي بصور في الحتة دي. الرف ده انا جايباه من ايكيا. البراويز دي تقريبا جايباها من بيج اسمها بيبر جام او حاجة زي كده. وننزل تحت. المخدات دي انا الصراحة مش فاكرة انا كنت جايباها منين خالص. الكرسي ده، الكرسي ده كان من ايكيا ب300 تقريبا. والبتاع دي كانت من ايكيا بس مش انا اللي جايباها فمعرفش هي بكام. الحتة دي فيها الحاجات زي الكراكيب، فانا حاولت يعني اوضب الكراكيب باكبر شكل ممكن عشان هي مش تتوضب اكتر من كده. دي بنطلونات اخويا، يع وحشة قوي. وبعد كده هنا بقى الحتة دي، دي الجزامة. الجزامة دي كنت جايباها من هومز مارت حاجة زي كده. هومز مارت ده اونلاين بس بتطلبوا منه الحاجات، مش وحشة خالص، حلوة جدا. بس كذا حد اشتكى من الماتيريال بتاعت الحاجات، بس انا كانت مبعتالي كجفت، فبعد كده في ناس اشتكتلي من الماتيريال. بس انا عن نفسي الماتيريال بتاعتها حلوة قوي، ومش زي حاجة ايكيا، يعني اللي هو ده خشب بجد. بعد كده هنا في الركنة دي، ده كده انا عاملاها زي، بغض النظر عن الفيشة دي، دي عاملاها كده زي كتب. دي كتب لسه ما فتحتهاش وما قريتهاش، ومش عارفه انا ليه حاطه براويز فريندز هنا.
ده الدرع بتاع اليوتيوب. انا الدرع بتاع اليوتيوب ده انا فعلا ما بقاش عارفه احطه فين. المهم نيجي بقى للحته دي. المرايه دي موجوده في حتت كتير قوي، بس انا فعلا مش عارفه، انا يعني مش فاكره اسم البيج، ومش حاطه اللمبتين اللي تحت عشان بيقعدوا يتكسروا مني، عشان بيبقوا جنبي كده وانا قاعده، فكل ما اجي اقوم بكسرهم، فقلت ان انا اشيلهم خالص. الكرسي ده كنت جايباه من النزهة الجديدة، محل اسمه جامبو في شارع اسمه يوسف السباعي حاجة كده. البين باك دي علشان لما اجي اتفرج على التلفزيون، عشان انتوا شايفين ان هو التلفزيون عكس السراير، فمنبقاش عارفين ننام على السراير علشان ما ينفعش نغير الدولاب هنا لسبب ما. والبين باك دي انا كنت جايباها من فومي. مشكله البين باجز عامه ان هي بتهبط، يعني هي دي لسه ما هبتتش قوي بس هي بتهبط، فدي مشكلتها. وبعدين اخر حاجه جبتها في الاوضه هي بص هو دي اللي كنت جايباها من ايكيا برضو، كانت ب129. الفانوس ده جايباه من المعز. البتاع ده كان مبعوت لي من بيج اسمها تقريبا جوثيك او حاجه زي كده، بس ده ايه، لما ببقى مبسوطه بخليه كده، ولما ببقى متضايقه اخليه كده، فانتوا تبقوا عارفين المود بتاعي برضه. ده الصن بلوك بتاعي، مالكوش دعوه. بعدين بقى الادراج، بصوا الادراج مش اكتر حاجه منظمه عندي. الادراج دي هو انا اولا دي كنت جايباها من ايكيا، الجزم الجور دي او الادراج دي جايباها من ايكيا. تركيبها صعب جدا، محدش يجيب اي ادراج او اي حاجه كبيره من ايكيا، اخركم تجيبوا كرسي او ترابيزه، ما تجيبوش ابدا ادراج كبيره كده، لان الادراج بجد متعبه قوي في تركيبها. انا قعدت حوالي 4 ساعات بركبها. هنا الحاجات بقى بتاعه الهير كير، مثلا الكمامات، الشاور جل، فازلين، الحاجات اللي انا لسه هستخدمها وما فتحتهاش، الميك اب بتاعي، في الميك اب باج هنا، الشاحن بتاع اللابتوب كده. وتاني درج في شويه كتب برضو، في علب الحاجات اللي انا لسه هستخدمها، علب القهوه، علب الموبايل، فيها سكرابز وحاجات زي كده لسه ما استخدمتهاش، واخر واحد مش بتاعي. وبعدين بقى اوريكم وهناك كده الدولاب بتاعي، مش هينفع افتحه لان هو اكتر حاجه مكركبه ممكن اي حد يشوفها في حياته، بس انا عايزه اوريكم بقى الشكل النهائي كله على بعضه. بس كده دي الاوضه بتاعتي. اوضه عاديه جدا زي اوض ناس كتير قوي، بس اتطلب مني كتير قوي ان انا اعمل التور علشان تبقوا عارفين شكل الاوضه اللي انا قاعده فيها ايه، فقلت مش مشكله اوريكم بعض من الحاجات اللي فيها. طبعا دي مش افضل حاجه، بس يعني this is what I can do in my parents house، ده اللي انا اقدر اعمله في اوضتي في بيت اهلي، عشان مش دايما بيبقى احنا عندنا القرار في هذه الاشياء. وبس thank you so much for watching، واشوفكم الفيديو اللي جاي.